والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. وتحت عنوان احذروا الرجل، يكتب سليمان جودة في عدد الغد من المصري اليوم محذرا من رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تفسيره رفض مصر التوقيع على بيان مجلس الأمن لإدانة محاولة الانقلاب في تركيا بأنها حرب عليه نتيجة الخلافات القديمة وعدم فهمه أن مصر رفضت التوقيع لا بسبب الخلافات السياسية بل رفض المجلس إضافة عبارة ببيان يدعو الأطراف التركية باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية واحترام حكم القانون هو بالضبط ما تدعو أوروبا كلها تركيا إليه. سيادة العميد، يعني تفسيرك لموقف مصر في مجلس الأمن، وهل هذا الموقف سيزيد من التباعد المصري التركي؟ طبعا أنا متفق مع أستاذ سليمان في كل كلمة، وأن مصر ليس لها نوايا سيئة وأنها قامت بدور طبيعي، لكن أنا كنت أتمنى أن مصر ما تدخلش في هذا المشهد نهائي، لا تعدل ولا تقترح، لأن المجلس الأمن اتحجج بمصر وعطل صدور البيان، وخاصة إن كان أردوغان في خلافات سواء على مستوى السياسي أو الشعبي ما بين شخص أردوغان وحزبه وانتماءاتهم، لكن الشعب التركي شعب صديق بتجمعنا به علاقات، وعلاقات الدول لا تحسم بحقبة منها، بعقد منها، بعقدين، فما يجيش في يوم من الأيام، ما هو في ناس كانت ضد هذا الانقلاب، ما يجيش في يوم من الأيام يقول الناس ده مصر كانت عطلت بيان إدانة للانقلاب، ده رأيي. أما فكرة أن نحذر أردوغان، أردوغان كمعارض شرس لو في إيده حاجة بيعملها في مصر هيعملها، يعني نحذر منه أو ما نحذرش، هو كده كده شغال على مصر بكل ما يملك من إعلام وفي كل المنتديات، لو بيتسأل على حاجة في القطب الشمالي يتحدث عن انقلاب حدث في مصر، مع العلم أن ما حدث عنه في تركيا يؤكد أن ما حدث لدينا هو ثورة حقيقية، بدليل ان تحرك الدبابات اللي وصلت الحقيقه لنسبه كبيره من الجيش، مش العدد قليل زي ما اردوغان خفف وقالوا ده تمرد قليل، بدون دعم شعبي الشعب هيقف. احنا عندنا حصل العكس، عندنا في 25 يناير وفي 30/6 الشعب اللي نزل والشعب اللي اعتصم، والدوله اللي نزلت وافقت على اراده القوات المسلحه، نزلت وافقت على اراده الشعب. فاتمنى ان الرساله تصل للعالم كله أن ما حدث في مصر يختلف تماما عن ما حدث في أنقرة أو في اسطنبول أو في كافة المناطق التركية، بالإضافة يا ريت العالم كله، يا ريت الإعلام بتاعنا يقول للعالم علاقة الشعب المصري بجيشه وعلاقة أي دولة تانية بجيشها، وياخد الحالة التركية كنموذج. الحقيقة المناظر اللي أنا شفتها كراجل بخلفية عسكرية استفزتني جدا، ان الشعب يحصل في جيشه كده. احنا ضد كل الانقلابات، ولكن قضية قتل جندي لا يعلم شيء، هو مجرد انه دفع، لان ما فيش جندي بيعمل انقلاب، هم القيادات اللي هم جزء منها حقيقي وجزء منها وضع اردوغان اعدائه ضمن القوائم، حتى من وقفوا ضد الانقلاب وزجب اسمائهم حتى يفسح المجال. القادم في تركيا مختلف عن ما حدث تركيا، سواء نجح الانقلاب أو لم ينجح، ما يقوم به أردوغان هو انقلاب على الديمقراطية، وأعتقد هذا الانقلاب ربما ينشأ عنه انقلابات أخرى في الشهور أو السنوات القادمة، أو تصل لا قدر الله تركيا إلى الاحتراب الأهلي.